صحافة الحبر والورقة والصحافة الورقية تعيش أحلك أيامها في العراق رغم طول باعها. فسجلات التاريخ تؤكد صدور أول صحيفة محلية في عام 1869 على يد الوالي العثماني مدحت باشا، وقد أطلق عليها صحيفة الزوراء التي لا تزال تصدر حتى الآن. الصحافة الورقية حقتاً يعني وصلت إلى مراحل خطيرة، الآن تدخل في مرحلة الإنعاش إن صح التعبير، وبانتظار الموت ما لم تكن هناك أيادي تساعدها على الشفاء والعودة. ثانية، الصحافة الورقية كانت بعد عام 2003 ما يقارب 170 صحيفة بين اليومية والأسبوعية، الآن وصل عدد الصحف إلى عدد الأصابع اليدين، وهذا مؤشر خطير على أن الصحافة الورقية تعاني من مشاكل كثيرة ومطبات. ازدهرت الصحافة الورقية في العراق طبقا للعهود والأنظمة الحاكمة في البلاد، لكنها لم تشهد حالة انكسار كالذي تشهده حاليا، حيث انقسمت إلى جيلين: جيل المخضرمين بمعنى الذين عاصروا الحقبة التي سبقت عام 2003، وجيلا جديدا ولد مع الانترنت وتوابعه. وسائل الإعلام الجديدة قد تعوض عن هذه الصحافة الورقية، إلا أن هناك الحقيقة قيما مهنية وقيما اعتبارية تفرضها هذه الصحافة الورقية، ومنها أنها وثيقة معتمدة الآن في مثلا في المؤسسات الحكومية، في المحاكم، في القضايا التي تتطلب وثائق مثبتة. مع الجيل الثاني ولدت أنماط صحفية وإعلامية جديدة تراوحت بين ميديا الإعلام المسموع والمرئي التي زاحمت نسبياً الصحافة الورقية خلال العقود الماضية، ومواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا التي تراوحت بين الصحافة الإلكترونية وما بات يسمى المواطن الصحفي، وهذه بالطبع باتت حالة عامة ليست حكراً على العراق فحسب. لعبت الصحافة الورقية في ستينيات القرن الماضي الدور الأبرز، عندما كانت هناك صحافة معارضة قادرة على تحريك الشارع إلى حد إسقاط الحكومات. أما اليوم فلم يعد لهذه الصحافة سوى الإرث والتاريخ وحسرة العاملين فيها. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.